أبا أسامة، ماذا حدث؟ لقد عاودتني الآلام مرة أخرى. لا تقلق، سلامتك سلامتك. اهدأ لا تقلق. الهلم شديد. سلامتك، استريح. سأتصل حالا بابنك أسامة وبأخيك خالد ليحضر ونذهب جميعا إلى المستشفى. أنا متعب وأحس أنه سيغمى علي. سأذهب وآتي حالا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا؟ خير يا عمي؟ خير إن شاء الله يا ولدي. والدك شعر بألم شديد في أمعائه، لقد عاوده ألم البطن وأعراض مرضه السابق. الحالة القديمة عادت له ثانية؟ نعم. جئت يا أسامة؟ حسناً، سوف نذهب للمستشفى فوراً. من الأفضل يا أمي أن نذهب إلى المركز الطبي أولاً. يا بني، لقد ذهبنا إلى هناك من قبل مرات عديدة. إذن ما فائدة الذهاب إلى المركز؟ يا عمي، لا بد أن نلتقي مع الدكتور عادل الممارس العام الموجود هناك. لا تضيع الوقت يا بني. حسناً، اتفق أنتما وأنا سأحضر الوالد. اللقاء مع الدكتور عادل أفضل، سيفيدنا كثيراً، اسمعني. كيف؟ يا فيلسوف العائلة، أخي في حالة صعبة وأنت تقول المركز الطبي أولاً، كيف؟ اشرح لي. أنا أشرح لك يا عمي. أولاً، في المركز الطبي يوجد ملف كامل لوالدي يتضمن حالته منذ سنين. ثانياً، الممارس العام الدكتور عادل سوف يكتب لنا تقريرا وافيا بحالة والدي، سوف يستفيد منه الطبيب المختص الموجود في المستشفى، هذا إذا رأى ضرورة التحويل إلى الطوارئ. ثالثا، فرصة عرض والدي على الدكتور عادل أسهل وأسرع من عرضه على الاختصاصي الموجود في المستشفى، لأن وقته محدود ولا يستقبل إلا الحالات المحددة. والذهاب إلى المستشفى يحقق نفس الغرض. بالعكس يا عمي بالعكس، المستشفى مزدحمة وحالات الطوارئ كثيرة، ولا يجب على المرضى الذهاب إلى الطوارئ إلا في حالات الحوادث والحالات الحادة. فإذا قام الدكتور عادل بتحويلنا إلى المستشفى بتأشيرة منه، سوف يعتبرون الحالة عاجلة ويهتمون بها أكثر مما نتوقع. معك حق في ذلك يا بني، أنت أدرى مني. يا أم أسامة، لقد تأخرنا يا أم أسامة. أمي، لا تنسي بطاقة المراجعة الخاصة بوالدي، فهي ضرورية جداً. اطمئن يا أبا أسامة. أشكركم وإن شاء الله سوف نطمئنكم على حالتي. لا، سنذهب معكم، لا داعي. لن نترككم يا أسامة. أنا أعرف مشاعركم ومتأكد منها، ولا داعي أن نذهب جميعا وكأننا في رحلة. وفر كلامك يا أسامة، السيارات موجودة ولا يكلفنا الأمر شيئا. هيا اسرع ولا تضيع الوقت. هيا اسرع. سلامتك يا أبا أسامة. الألم شديد يا أم أسامة. اهدأ. تفضل يا عم سلمة، تفضل. تفضل. شكرا يا ولدي. لحظة من فضلك. إلى أين؟ نحن معا نريد أن نطمئن عليه. من أنت؟ أنا أخوه. وأنت؟ أنا جاره. وأنت؟ أنا
أنا جاره وصديقه أيضا. ولماذا أتيتم كلكم معه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالاهتمام بالجار حتى السابع. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالاهتمام بالجار والسؤال عنه وعدم إيذائه والتراحم معه ومع أطفاله، لكن لم يوصنا أن نأتي معه هكذا إلى الطبيب لنشغل المكان ونعطل الجميع عن أداء عملهم على الوجه الأكمل. هيا تفضلوا، تفضلوا بالجلوس، استريحوا، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا بكم في المركز الصحي. بارك الله فيك وفيكم جميعا. هذا المركز في خدمتكم ومن أجل راحة مرضاكم. لو أن كل مريض جاء إلى هنا ومعه أهله وجيرانه لاحتجنا إلى استاد كرة قدم نستقبلكم فيه. الطبيب بالداخل يحتاج للهدوء الشديد حتى يستطيع أن يفحص المرضى بدقة واهتمام. نحن نشكرك. وفقكم الله في عملكم الشاق. بعد قليل سوف نطمئن جميعا على صحة العم سليمان. الحمد لله أنكم جئتم هنا أولاً. لقد كتبت لكم تقريراً طبياً وافياً عن حالة العم سليمان من خلال الملف الموجود هنا في المركز. وهذه أيضاً صور الأشعة والتحاليل التي سبق وأن أجرتموها، بالإضافة إلى أنهم سيطلبون منكم أشياء أخرى هناك في المستشفى. شكراً لك يا بنيتي، متعك الله بالصحة والعافية. لا شكر على واجب يا أمي، إنه واجبنا على ما ترين. والمستشفى؟ كتبت لكم تقريراً طبياً هاماً وتوصية بدخول المستشفى فوراً لعمل الإجراءات اللازمة. الحمد لله، سيوفر علينا هذا التقرير الكثير من الإجراءات. اطمئن يا عم سليمان، اطمئن، شفاك الله وعافاك. سوف يحيطونك هناك في المستشفى بكل الرعاية حتى تخرج سليماً وعافاك، اطمئن. بارك الله فيك يا بني وعافاك. المهم إن شاء الله نريد أن نطمئن عليك ولو بالتليفون. إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله. شكرا يا دكتور. أهلا يا ولدي. اعتني بنفسك. هنا. هذا المكان مخصص لسيارات الإسعاف التي تحمل الحالات الحرجة التي تتطلب السرعة في الحركة والإنقاذ. وقوفكم هنا قد يؤدي لأن يفقد أحد المصابين حياته. لو سمحتم أبعدوا هذه السيارات عن هنا لمصلحة العمل وللمحافظة على حياة المرضى والمصابين. حسنا 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 حسنا. الله على سلامتك يا أبي. شكرا يا ولدي. الحمد لله رب العالمين. شكرا شكرا يا نود لك سلامتك.
أسعدت تزهو بتاج العافية، ما أسعدت ما أسعدت تبدو بروح عالية، ما أسعدت ما أسعدت تزهو بتاج العافية، ما أسعدت ما أسعدت تبدو بروح عالية، ما أسعدت ما أسعدت صن صحتك واضحك لنا، فالطير يجدو حولنا يقول لك سلامتك سلامتك، نود لك سلامتك سلامتك سلامتك، نود لك سلامتك سلامتك سلامتك، نود لك سلامتك.